عليكم. اني اون بلان براري جبت معايا لي شوسون، حابه بيتزا بصح ما لقيتش، قلت مغلوق دونك حبطت لهنايا. راني قاعده انا ودندونه، بيان سور هي تاكل وتعس في النمل، تخاف منه. شوف هذيك الحطه. سي ريان دانا. شوفوا وين راهي هاي النملة صغيرة تمشي، خافت منها. شوفوا البنات ركزوا معايا مليح في هاد الهدرة. اي نملة ركزوا معايا مليح في هاد الهدرة، خاطش دوك انا كنت نهضر معها مع روحي هكا، بقلت سنة فيلم مين هضر تاني مع متابعاتي هكا. شوفوا اليوم نط صباح ربي، بيان سور تديري بروغرام الى اخره، بس ما تعرفيش كامل النهار كيفاش هم كتبوا لك ربي يجوز. دونك كي صونا الرافاي تاع الفجر ما قدرتش نوض، تاع الاذان الاول باش نصحر نصوم ما قدرتش نوض. من بعد قلت خلاص اليوم ما نصومش، خليه. قلت كي اذن الثاني نوض، كي اذن الثاني نوض بالبكا باش تحنوض نوض بالسيف. بعداتيك كي نوض قلت خلاص، قلت ما نحملش روحي واش ما نقدرش، نوض نصلي نعاود نرقد، تخلي البروغرام يروح، ما انا عيانه خلاص. ومن بعداتيك نوض، كي تنوضي بيان سور على بالكم الشيطان يدير لك ثلاث عقدات على 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 روحك. كي تكوني راقده العقده الاولى تحلها غير تنوضي تذكري ربي، العقده الثانيه الوضوء، العقده الثالثه الصلاه باش تقضي تفطني صح. دونك كي نط خلاص فطنت، قاعده نفطن في روحي بيان سور، قاعده نعسانه بصح فطنت. انا كي نحب نفطن طلمت الطاقه يضربني داك الهواء البارد الوغ نفطن. من بعد قلت خلاص ما نوليش نرقد، نقعد نقرا قران، نجيب الافكار وندير خدمتي، باسكو نوجد رمضان الى اخره، عندي خدمه اللي ما نقدرش نديرها ديغون لا جورني، لازم تاع نوض صباح ربي، لازم لك وقت اضافي في النهار. بعد نحضر من بعد درت لكم ستوري داك النهار، قلت لكم واو الشمس اليوم راح كانت صافيه صباح ربي قبل ما تطل الشمس، قلت لكم اليوم نهار تاع الشمس، اوموا نتمتعوا شويه باشعه الشمس، باسكو كيما تعرفونا في داري ما تدخلش الشمس. الوغ كي طلعت الشمس وبيان لحقت التسعة هكاك ودرت لي بوندانا نوضتها، جاتني في بالي قلت هاو الرابطة بهاد الشمس، عندي بزاف ما شتهاش باسكو شحال وهي يامات وهي مغيمة، قلت نخرج خليني نخرج غير هنا قدام الدار ونقعد شوية دانا ومن بعد تيك نعاود نولي. كي خرجت لقيت هداك الحشيش اللي قدام الدار شوية من الدي مازال ما نشفش، ومن بعد قلت هيا خلاص قلت نطلع الفوقة وين الحوانت نشري شويه بيتزا ونحبط لهاد الجهه اللي رانا فيها ونقعد. خلاص نهار راح ومام طون واحد لازم يبدل لاغوتين تاعو باش يستجمم شويه ويطلع لينيرجي، باسكو غملنا في الدار غير الخدمه لاغوتين غملنا في الدار. انا خرجت وكي رحت للبيتزيريا صبتو مغلوق، انا رحت لاليمونطاسيون شريت شويه لي شوسون، جيت قعدت لهنايا. كي قعدت لهنايا راكو تعرفوا التراب هذايا فيه النمل هكذا، ومن بعد قعدت بالعاني نفتت هكايا، باسكو انا دائما ندير هكايا في كي نكون في البراري، يعني كي نكون في مناطق هكا مفتوحه فيهاش الغاشين فيهاش الناس، نضمن بلي ما كاش واحد راح يجي يقعد معايا ولا مورايا، جوست تسمى ما نوسخش، ماشي قال تروحي مثلا الصابلات وتفتتي على جال النمل باش ياكل، يعني كي تكوني في بلاصه هكا خاليه شويه مع بالك بلي ما تضريش هذاك الفتات ما يضرش اون بليس ما يقعدش. ما انا فتت وانا كليت ودانا تاكل مازال ما كملتش حبتها دانا همي ماما همي مالك. قاعده نشوف النمل، دانا تخاف من النمل ولا قاعده كل ما تجيها النمله ندير لها حاجز باش تعاود تروح. ما قاعده نشوف النمله هذيك، قاعده نهضر معاها، هذا واش كنت نهضر وقلت لكم ما حبيت نهضروا معاكم. شوفوا دوكا هاد النمله هاد الضعيفة هادي ما عندها حتى قوة، خصنا نجوز الكاميرا، هاد النملة ما عندها حتى قوة ياك ولكن تسعة. هذا شكون نهضرو في الفيديو ما نعرف اللي شفتوه ولا مازال ما شفتوهش، ما بعرفش كيفاش نحط هذا الفيديو. هذا هو السعي، هذا هو الأخذ بالأسباب. النملة خرجت من دارها دوكا ما على بالهاش كاع واش راح يجيها رزق في حياتها ياك، ما بلاش هذيك لا جورني. شوفوا هذيك النمله هذيك كيفاش هي الديه هذيك الشقفه ورايحه بها، كنت تشوفيها هاي ليك هذه هاي ديتها ورايحه. دونك سبحان الله خرجت من دارها دارت السبه، خرجت تحوس راح تسعى تحوس على الرزق باش تاكل ياك،
خرجت صابتني انا جيت في نهار ما كنتش قاعده دايره في بالي، كنت رايحه نرقد ومن بعد ما رقدتش درت لي نرجي نط ومن بعد كي طلعت الشميسه قلت نخرج ومن بعد قلت نقعد غرس في الدار كانت من الديه، ومن بعد هذيك رحت للبيزريا ما صبتوش، ومن بعد هذيك جاتني في بالي نحبط لهنايا وجبت لي شوسون، كاينو كاينين لي شوسون، ما كون ما كاش لي شوسون ما نجيبش معايا لي شوسون، نجي نقعد ونروح. مي كان كتب لها ربي تاكل هاد الماكله وتدي هاد الرزق لدارها ولولادها وليها، ودار لها عدة أسباب واحد أخرين اللي هما أنا بقى وش حكيت لكم دوكا. ودوكا هي خرجت دارت الأسباب لقات الماكلة دايتها فرحانة ورايحة لدارها. شفتوا الرزق تاع ربي كيفاه يجي سبحان الله، نوض الإنسان ما على بالوش كامل ربي وش حي رزقه، وممكن يقدر يرزقك رزق عظيم باسكو مسكينة هاد النملة في هاد القفار باش تصيب ماكلة ما هيش حاجة سهلة تضرب شحال. شوفوا دوكا شحال كاين لفتات هكا سما هذا بوغ ال رزق عظيم. الوغ حنا العباد دايرين في بالنا باللي لازم نوض نخدم نصيب خدمه باش بيها نجيب دراهم باش هذوك الدراهم بيهم نسترزق ونشري واش حبيت، تونديك الحياه ماشي هكا والرزق ماشي هكا والحاجه اللي كتبها لك ربي ماشي هكا، الحاجه اللي كتبها لك ربي تديها، مي بارفوا الانسان ما يديهاش اذا قعد خامل اذا قعد يستنى. دونك انا راني حابه ربي يرزقني بطوموبيل نقعد نتمنى ياك يعني نقعد نشوف الناس ايه داك ربي يرزقو بطوموبيل ايه والاخر ربي يرزقو بطوموبيل، ماشي نسعى وندير شويه بزنس ولا سيدي ها سيدي كيما صحت ليش كاع بزنس ما صح لي والو، واش الاسباب اللي نديرهم؟ الدعاء نوض قيام الليل ندعي ويدان دونك نوض في قيام الليل ندعي ندير شحال من حاجه، على بالي بلي كرهتوا هذا المنظر ندور لكم شويه، دونك ندير شحال من حاجه في حياتي باش ربي يرزقني بهذاك الحاجه اللي حابتها، ودائما نتوكل على ربي ونامل في المستقبل باللي راهو جاي الخير. كنت حابطه في الطريق وندعي الاحلام تاعي اللي حابه ربي يحققهم لي، نشوف السماء شحال عريضه وكبيره ونقول له يا ربي انت ملكت السماء والارض هذه كامل ملكتها، والكرسي تاعك برك وسع كرسيه السماوات والارض، والكرسي ماشي العرش تاع الرحمن، الكرسي ماشي الكرسي اللي قاعد عليه ربي، الكرسي هو اللي حط عليه القدمين تاعه سبحانه وتعالى، دونك هذاك هو الكرسي فهذاك وسع السماوات والارض اكثر من السماوات كامل والارض، شوفوا ربي شحال كبير وشوفوا شحال غني وشوفوا شحال واسع، يعني الله يبارك تحققكم الله يبارك سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم. دونك اي حاجه في بالك اي حاجه تحلمي بها ارفدي يديك لهذا اللي ملك كامل هذا الشيء كامل هذا السماء وش تحتها كاع هو ملكها، هو يملك الدار اللي تحلمي بها، هو يملك الطوموبيل اللي راكي تحلمي بها، هو اللي يملك الدراري اللي تحلمي بيهم والزوج اللي تحلمي به والخدمة والقراية والصحة اللي راحت لك، هو اللي عنده كلش، ادعيه نوضي صلي الفجر في وقته، نوضي في الأذان الأول يا سيدي قيمي الليل صلي زوج ركعات برك، صلي زوج ركعات ودعي وبكي قل له يا ربي يلي ملكت السماء والأرض رزقني هذاك الرزق إلا ويعطيك إلا ويعطيك ربي، لأنه باه قريت واحد القول تاع علي بن ابي طالب ما شفتش عليه بالعربيه، ولكن المضمون تاعو انه ربي جامي يخيب ظن واحد يعني يرجعو خائب من الدعوه تاعو وهو سير بلي راح يستجيب له، فهمتوها صافي ديغ يعني بالعربيه تاعي شحال شابه ان شاء الله تكونوا فهمتوها، صافي ديغ كو كي تدعي ربي وانت موقنه بالاجابه على اني داعي ربي يرزقني على بالي باللي حيرزقني، واشنو دا انا جاتك نمله وين راهي؟ جات هاد نمله هاي ليك دوك نهاوزها، قلت لك كي تدعي ربي وانت موقنه بالاجابه على بالك باللي انا دعيت ربي على بالي باللي راح يرزقني من كل خير، على بالي بلي حيحقق لي هذيك، على بالي بلي ربي حيرزقني الدار وانا ما عنديش دراهم باش نشري الدار، على بالي بلي حيرزقني طوموبيل وانا ما عندي حتى دور مانيش خدامه ومانيش ما عنديش دراهم ما عندي حتى واحد يسلف لي ما عندي حتى واحد يعاونني، على بالي بلي ربي يرزقني زوج صالح
على بالي بلي ربي يرزقني الدراري، على بالي بلي اني ندعي هذيك الدعوه، وعلى بالي بلي ربي راح يحققها لي. فرق شاسع مع واحد اخر يقول يا ربي، يا ربي لو كان جات عندي دار، لو كان جا عندي تراب، لو كان عندي دراهم نبني فيلا، لو كان عندي دراري، الناس عندهم دراري وانا ما عنديش. كاين، شوفوا الفرق بين هذيك الدعوه تاع فلان والدعوه تاع فلان. ربي لمن يستجيب؟ اكيد يستجيب للي ظان به بلي راح يستجيب له. وثاني كاين حاجه اخرى، مرات الدعوه بحنا ما نعلموش الغيب، ما نقدروش نعرفوه، نقدر نقولوا يا ربي ارزقني بخدمه فلانيه، وممكن كي يكون ربي يستجيب لي هذاك الدعاء في هذيك الخدمه الفلانيه. ممكن يدير اكسيدون في هذيك الخدمه، مش عارفه كش ما يصرى عليها، هكاك تتقطع يدي، تقطع رجلي، نطيح من البالكون، مش عارفه. دونك ربي ما يعطيكش هذيك الحاجه خاش عارف باللي ما فيهاش خير. هذه حاجه. وممكن انت تدعي يا ربي رزقني رزق حسن دوكا، ربي يخليه لك الوقت واحد اخر وين تكوني صح محتاجاته، باسكو دوكا ما كيش محتاجته، دوكا عندك الصحه. وراه خلاص راح تنملى سما دوكا، ممكن ما كيش مسحق هذاك الرزق، راكي لاباس بيك. بصح من بعد ممكن راح تحتاجيه، بلا كاين اللي يموت ازواجهم يستحقوا رزق واحد اخر، ربي يعطيو لهم هذاك الوقت. ما تقدريش كامل تعرفي. ايه دانا، اني فيلمي دانا سكتي ماما. وين راه ما كاش وين راه النملة؟ سمحوا لي. ايه هادي. دونك كيما قلت لكم، نعبيش وين حبست على جال النمل. دونك ديروا في بالكم باللي ربي يستجيب للواحد اللي يكون موقن بالاجابه. انا تفكرت وين حبست. كاين تاني وين ربي يدخر لك هذيك الدعاء اليوم القيامه، باسكو تكوني محتاجته نهار القيامه، تكوني ماشي غير محتاجته، اكيد تكوني محتاجته. ايه خليها هاي تحوس على ماماها، تكوني محتاجته سير. دونك يخليهم لك. دونك كي تدعي ربي وتصيبي هذيك الحاجه ما تحققتش، ما تقوليش ربي ما سمع ليش، ما تقوليش ربي ما اعطانيش، قولي ربي ادخرها لي لوقتاش ما انا باليش، ممكن غدوه، ممكن غير غدوه، ممكن على 10 سنين، ممكن كي نموت، هكذا. المهم انك تدعي. فما خاب من رفع يديه ودعا. ايه حوسو ماما. دونك ادعي 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 ربي رزقك كيما رزق هذا النمله اليوم بهذا الرزق لي انا ما كانش في بالي نحبط، فما بالك هي. ايه بيبي كانت ما كانش في بالها انها تتلاقى بهذا النوع من الماكله، فشوفوا كيفاش راهي تبحث وتحوس وتسعى ورايحه لهذاك الاكل وفرحانه به. على بالي بلي في قلبها راهي فرحانه. اي نو ذات. اه لو كان سليمان عليه السلام لو كان قال لنا واش يتهدر. سبحان الله كيفاش ربي. ايه هادي ماما. ايه وكراهو قال لنا واش راهي تهدر هاد النمله. سبحان الله، ايماج كنا نفهموا النمل واش يهدروا ولا كاع الحيوانات، كنا هبلنا. ربي حكيم سبحان الله. المهم البنات ان شاء الله تكون الرساله لحقت من خلال هذا النمله اللي عطاتنا اليوم درس، وين ما عطاتنا درس. شوفوا كنت قلت لكم كنت حاطه في طريق وندعي، وكي شفت هاد النمله تاكدت بزاف من الدعوه تاعي. دونك ادعوا بزاف ربي البنات، وكونوا متفائلين خير بالمستقبل، بلي راح يجي الخير، ربي راح يرزقني بكل خير، راح يشفيني، راح يرزقني ذريه، راح يرزقني كلش. برك انسان لازم يطيح ربي هذا ما كان، خاطش الذنوب هما اللي يبعدوا علينا الرزق تاع ربي، الذنوب واللسان تاعنا الطويل هما اللي يخلونا بزاف ندو ذنوب وربي ما يتقبلناش الدعوه تاعنا. فوالا البنات كانت هذه هي الفيديو تاع اليوم. ممكن نزيد لكم دوكا فيديو واحد اخر نخمم في موضوع اخر. نقول لكم تهلاو في روحكم وادعوا بزاف ودعوا لي معاكم. السلام عليكم.